أهلا وسهلا بكم مجددا في صباحك مسك، واسمحوا لي أن أرحب بالأستاذ طه الغازي الناشط والحقوقي. يسعد صباحك أستاذ طه. صباح الدكتور أحمد وصباح السادة المستمعين. حياكم الله وكل عام وأنتم بألف خير بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك. وأنتم بخير والسادة المستمعين أجمعين إن شاء الله. أستاذ طه، تحدثنا سابقا عن موضوع مركز حقوق اللاجئين، وذلك قبل كان يعني قبل خلينا نقول إطلاقه، كان قبل بيوم ربما من إطلاقه من المؤتمر الذي كان من المفترض أن يقام في تلك الفترة. مركز حقوق اللاجئين التابع لنقابة المحامين التركية، كما ذكرت وتفضلت سابقا، كان هدفه النظر في القضايا التي يعني تحدث تجاه اللاجئين، والتي كثيرا ما لا يعرف خلينا نقول اللاجئون إلى أين يذهبون وإلى أي جهة يقصدون من أجل حل هذه القضايا ورفع قضية وغير ذلك. هذا المؤتمر بداية الذي أقيم في ذلك اليوم، ممكن تحدثنا عنه؟ من حضر هذا المؤتمر؟ وهل كان هناك حضور على المستوى الرسمي التركي؟ طبعا استاذي، بالنسبه لمركز حقوق اللاجئين الملحق بنقابه المحامين الاتراك، هذا المركز تم اقراره بتسعه كانون الاول من عام 2021. بالنسبه لمؤتمر يوم الاربعاء اللي عقد الاسبوع الماضي، هذا المؤتمر طبعا كان بحضور جهات رسميه، منظمات وهيئات حقوقيه تركيه، وايضا منظمات حقوقيه دوليه. من المنظمات الجهات الرسميه كانت موجوده هيئه حقوق الانسان والمساواه، وهي تابعه لوزاره العدل. ايضا كان في عندنا نقابه المحامين الاتراك، هيئات منظمات حقوقيه تركيه مثل مازلوم دار، مثل سناكرار درنجي، اوزبكيشن وكشار درنجي. من الهيئات المنظمات الدوليه كان في عندنا هيومن رايت ووتش. كان طبعا ايضا عندنا تواجد لعدد من المنظمات المجتمع المدني. الفكره الاساسيه من المؤتمر استاذ احمد كانت هي اطلاق ما كنا سابقا نوهنا له، المركز الخاص بقضايا اللاجئين السوريين. طبعا هذا المركز بات الان مفعل. الفكره هي الان مطبقه في ولايه اسطنبول، واحنا ان شاء الله خلال اسبوعين قادمين راح نتواجد في انقره، مشان ايضا تكون النقطه او الفكره نفسها موجوده في انقره. الغايه الاساسيه خلال الفتره القادمه ان شاء الله، يعني خلال خلينا نقول ثلاثة او أربعة اشهر، ان تكون الفكره موجوده بكل الولايات اللي فيها كثافه وجود من الاخوه السوريين. جميل جدا استاذ طه. اذا هذا المركز تقول في نهاية العام الماضي كان مقر، وهذا كان إعلان لإطلاقه. الكثير ممن يتساءل، يعني الكل عندما يسمع مثل هذه الخطوات يعني ينقسم الناس بين مرحب ومشجع وبين متوجس، أنه ماذا سيختلف هذا المركز عن بقية الأجسام التي ربما شكلت لتمثيل اللاجئين دون أن تحقق أي فائدة أو أثر ملموس على الأرض؟ طبعا دكتور احمد، هلا هذا السؤال بالنسبه للتوجس موجود، وهي حاله طبيعيه عند اي طرف. اليوم حاله التوجس هي ناتجه وهي متولده عن حالات الفشل المتكرره باي مشروع خلينا نقول يتعلق بملف اللجوء السوري في تركيا. وجود اليوم مركز خاص باللاجئين السوريين تابع للنقابه هو بحد ذاته يعتبر نقطه قوه قانونيه، لانه بالنهايه يمثل جهه حكوميه. اضف الى ذلك انه هذا المركز بالمؤتمر اللي انعقد الاسبوع الماضي تم التوافق على انه راح يكون في تنسيق عمل مشترك ما بين هيئات ومنظمات حقوقيه تركيه وايضا منظمات حقوقيه دوليه. هذا الامر راح يعطي بيئه قانونيه اكثر خلينا نقول صرامه بالدفاع عن حقوق اللاجئ السوري. اللاجئ السوري خلال السنوات الماضيه للامانه كان في متاهه، هو لا يدرك الجهه اللي ممكن يتوجه لها في حاله تعرض، سواء كان لانتهاك عنصري او سواء كان تعرض باي قضيه خلينا نقول لا قدر الله جنائيه او اداريه او ما شابه ذلك. اليوم وجود المركز بصفته الرسميه بنقابه المحامين وايضا تقديم الدعم له من منظمات وهيئات حقوقيه تركيه دوليه، راح يكون في عندنا خلينا نقول بيئه مختلفه تماما او تجربه مختلفه تماما عما سبق. ان كان في توجس من اي طرف اخر، فهذا التوجس احنا نتمنى انه نتخلص منه بتكاتف وتضافر كل الاطراف من اجل انجاح هذا المشروع. جميل جدا. عندما نقول كل الأطراف، ما المقصود بكل الأطراف؟ الأطراف السورية هي الأهم بهذا الصدد. اليوم منظمات المجتمع المدني وأيضا الهيئات والمنظمات الحقوقية السورية هي مدعوة للأمانة للعمل والتنسيق مع هذا خلينا نقول التكتل أو خلينا نقول هاي الهيئة الإدارية. المشكلة الأساسية أنه الجانب التركي بالمؤتمر الماضي كان متواجد على كل الأصعدة، سواء كانت الحكومية أو سواء كانت منظمات الهيئات الحقوقية، حتى هيومن رايت ووتش كمنظمة دولية كانت متواجدة. المرحلة القادمة الأهم هي وجود هيئات ومنظمات حقوقية. اليوم احنا عندنا في تركيا
ما يقارب ال 16 هيئة أو منظمة بمسمى حقوقي أنشأها الأخوة السوريين كمحامين أو ككوادر حقوقية قانونية، لكن ما زلنا إلى الآن في سنوات العشر الماضية من حالة اللجوء السوري لا نشاهد أي دور فعل على أرض الواقع لهذه المنظمات. هذا الدور اليوم لابد يكون مفعل أكثر بالدفاع عن قضايا اللاجئ السوري. اليوم اللاجئ السوري بعد عشر سنوات من حالة اللجوء لابد أن ينظر إلى احتياجاته من زاوية مختلفة تماما. جميل، يعني تقول أن الباب مفتوح أمام هذه المنظمات الحقوقية السورية لتذهب ويكون هناك تنسيق مع هذا المركز، صحيح أستاذ؟ دكتور أحمد، من خلال قناة مسك هي دعوة نوجهها، وجهناها سابقا، أي مشروع أي خطوة نسعى إليها هي بالنهاية لكل السوريين. اليوم المشروع اللي قام على أساس مركز حقوق اللاجئين قد يكون احنا تعبنا فيه خلال السنة الماضية، والحمد لله رب العالمين تم انشاؤه، لكن هذا لا يعني انه اذا احنا انشأنا المشروع راح نكون احنا محتكرينه. اليوم انا كشخص كناشط في قضايا حقوق اللاجئين لست بالحقوق، انا مدرس فيزياء، لكن اتمنى اليوم انه الاخوه والكوادر الحقوقيه السوريه هي تكمل المسار. اذا اردنا اليوم نقل المجتمع السوري من حاله الركود اللي كانت موجوده خلال السنوات الماضيه، علينا ان ندرك شيء اساسي. لكل منا دور، اليوم قد يكون دور استاذ طه في مرحله ما هو التنسيق مع الاطراف التركيه. الدور الثاني والمسار الثاني هو الاهم، متابعه ما تم التوصل اليه والتنسيق مع الجهات التركيه من خلال الكوادر الحقوقيه السوريه. جميل جدا. يعني هذا المركز انا افهم من كلامك انه هو الان اصبح فاعل وموجود، يعني بامكان الان الناس اصحاب خلينا نقول القضايا او من يتعرض الى اي اشكال ان يتوجه اليه. هل اصبح خلينا نقول دخل حيز العمل؟ دخل حيز العمل استاذ، المركز مبدئيا موجود في شعبه المحامين، هم يسمون نقابه المحامين الاولى في اسطنبول قريب من جسر جلطه. المرحله القادمه ان شاء الله راح يكون في عندنا في انقره. احنا بعد مؤتمر انقره خلال 15 يوم راح يتم الاعلان بمواقع رسميه للاخوه السوريين، ارقام اتصالات كل مراكز اللاجئين الملحقه بالنقابه وعناوينها بشكل كامل ان شاء الله. طبعا هون في نقطه جوهريه قد يكون في سؤال في ذهن الأخوة السوري، طب هذا المركز إيش راح يقدم لي؟ يعني تمام، أنا عرفت أنه في مركز. نعم، وهذا ما سنأتي إليه فعلاً، ماذا سيقدم إلي؟ يعني ما هي خلينا نقول المجالات المختص بها؟ يعني متى ألجأ إليها ومتى أذهب إلى هذا المركز؟ صحيح. كل ما يتعلق بتقديم الاستشارة القانونية والحقوقية للاجئ السوري فالمركز راح يأمن هاي الخدمة، خلينا نقول، سواء كان من تقديم استشارة في قضايا إدارية، سواء كان تقديم استشارة في قضايا جنائية، سواء كان تقديم استشارة في حالة تعرض اللاجئ السوري لأي انتهاك عنصري لا سمح الله. أضيف إلى ذلك في بعض الأحيان قد تكون الأسرة أو العائلة السورية في حالة تعرضت لا سمح الله لأي اعتداء غير قادرة على التكلف برسوم التوكيل المحامي، فهون النقابة من خلال المركز راح تعطي بهذا الأمر صلاحية، سواء كان من خلال نقابة المحامين أو سواء كان من هيئات الوزارة الحقوقية، بتوكيل المحامي بدون أن يتكلف اللاجئ السوري أي رسوم نهائيا. هذا الشيء نحن نحاول قدر الإمكان نأمنه للاجئ السوري. جميل جدا. أستاذ طه، مثلا هل سيسعى المركز أحيانا إلى تغيير بعض القوانين أو الإجراءات بالعموم؟ يعني لا أتحدث هنا عن شخص يرفع قضية أو يتعرض إلى شيء، أتحدث عن إجراءات عامة، مثلا إجراءات ربما تتعلق بالكملك أو إجراءات تتعلق بإذن العمل وشروطه أو إجراءات تتعلق بمكان الإقامة وشرط أخذ الإقامة. يعني هذه الإجراءات التي تحدث وأحيانا كل يوم ممكن يكون فيها تعديلات وتغييرات، في الغالب عم تكون أكثر صعوبة على الجالية العربية والسورية تحديدا. هل ممكن أن يكون للمركز دور في تغيير بعض هذه الإجراءات أو القوانين؟ طبعا الجانب الآخر من جوانب اهتمام المركز راح تكون هي للأمانة في تحديد وتوصيف خلينا نقول نمطية وصيغة تواجد اللاجئ السوري في تركيا. المركز خلال المرحلة القادمة إن شاء الله راح يكون فيه أكثر خلينا نقول من دراسة طبعا قانونية راح يتم تقديمها للجهات الحكومية وتحديد رئاسة الهجرة بكل ما يتعلق بتوصيف اللاجئ السوري. الى الان للاسف الشديد موضوع الحمايه المؤقته بات عبء على اللاجئ السوري. طبعا هذا التوصيف كحمايه مؤقته يتفرع عنه كثير من المشاكل الاداريه مثل ما ذكر الدكتور احمد، موضوع اقامه قيد السكن، موضوع ابطال الكملك، موضوع التنقل، موضوع اذن السفر، فهي القضايا كلها ان شاء الله راح تكون هي بالاساس الجانب الاخر من اهتمام هذا المركز.
يعني جميل، لأن لعل هذه النقاط هي أكثر نقاط قد ينتظرها اللاجئ السوري أو الجالية السورية عموما والعربية بشكل عام، لأن هناك لا سيما مثلا الإجراءات الأخيرة المتعلقة بالإقامة وشروط الذهاب إلى النوت. يعني لن أريد أن أدخل بالتفاصيل، لكن كثير من الإجراءات يعني تجعل الحياة أصعب وتجعل الإجراءات أصعب، إذن العمل وإقامة العمل وغيرها، ملفات الجنسية ومراحلها. يعني هناك كثير من الأمور ربما هذا تكون التطلع الأكبر للسوريين والعرب عموما أن تتغير هذه الأمور، أن تصبح أكثر سهولة. أستاذ طه، ذكرت أنه بعد أسبوعين هناك لقاء في أنقرة ليكون هناك مركز، هل سيكون هناك لاحقا أيضا مراكز في كافة الولايات التي يتواجد فيها السوريين؟ حسب جدول العمل احنا حددناه بالمرحله الحاليه، تكمن خلال الاشهر الثلاث او الاربع القادمه ان شاء الله يكون في تواجد في انقره، في غازي عنتر، في اورفا، في ازمير، في مرتين. طبعا وعدنا ايضا هاتاي، هي المحافظات الاكثر كثافه من حيث تواجد اللاجئين السوريين فيها. يعني ان شاء الله من هون لنهايه العام راح نحاول قدر الامكان انه هذا المركز يكون موجود بمختلف الولايات اللي فيها كثافه من الوجود السوري باذن رب العالمين. يعني جميل جدا، وهذا سيكون يعني يخفف الكثير من العبء خاصة على من يقيم خارج حدود اسطنبول. إذا مع يعني حتى ألخص ما تفضلت به، المركز الآن في اسطنبول أصبح فعال، بإمكانه أن يستقبل أي أحد لديه قضية أو لديه إشكالية، وبعد أسبوعين سيكون هناك خلينا نقول إعلان عن أرقام هواتف وطرق تواصل كما فهمت منك. تماما دكتور، يعني بعد ما احنا نخلص ان شاء الله موضوع انقره بحيث يتم التشويق ما بين اسطنبول ما بين انقره، ويتم الاعلان بشكل رسمي عن حتى اسماء المحامين الموجودين، راح يكون طبعا ايضا في عندنا خدمه اللغه العربيه بهذا الصدد ان شاء الله. وهذه نقطة أيضا مهمة إذا أنك أشرت إليها، سيكون هناك إمكان خدمة الترجمة لمن لديه ما زال عائق اللغة التركية. أستاذ طه، يعني إذا ذهبنا قليلا إلى ما خلف الكواليس، يعني هذا المركز الذي هو يعني خلينا نقول كتلته الأساسية هن محامين أتراك وبعض ربما المجنسين من العرب، كيف وجدت النفس الداخلي عند هؤلاء المحامين الأتراك؟ كيف وجدت يعني حرصهم خلينا نقول على إنجاح هذه التجربة واهتمامهم بتقديم شيء حقيقي للاجئ الموجود في تركيا؟ دكتور احمد، بالنسبه للنفس خلينا نقول او الرغبه اللي كانت موجوده او لا، احنا بالمؤتمر الاسبوع الماضي لاحظنا هذا الشيء. اليوم الجانب التركي وخاصه فئه كبيره من الكوادر الحقوقيه التركيه هي بحاجه ماسه جدا لتقديم اي فائده للمجتمع السوري اللاجئ في تركيا، لكن الملاحظ انه احنا خلال تنسيقنا وتواصلنا مع الجهات التركيه، سواء كان نقابه، سواء كان هيئات حقوقيه، سواء كان حتى المنظمات الدوليه لها مكاتب تنفيذيه في تركيا، لاحظنا ان هم يفتقدون الى الطرف الاخر اللي هو الطرف السوري. يعني ما عندنا للاسف الشديد اليه تنسيق مشترك بيننا وبينهم. اليوم الجانب التركي غير قادر انه اليوم ينزل خلينا نقول ويبحث عن الهيئات والمنظمات الحقوقيه السوريه، المفروض المجتمع السوري هو بحد ذاته، يعني هي بالنهايه قضيتنا. صحيح. فاليوم اذا ما احنا نقلنا قضيتنا واتجهنا الى الجانب التركي، الجانب التركي ما راح يكون قادر انه يوصل لنا. فاليوم الجانب التركي بموضوع المركز او حتى بموضوع الهيئات والمنظمات الحقوقيه كان لها دور كبير جدا خلال المرحله الماضيه، السنوات الماضيه العشر، في تقديم كثير من جوانب الدعم القانوني لحقوق الاسر السوريه والعائلات السوريه. احنا نفتقده دائما في بعض المواقع، ما راح اقول في كلها للاسف الشديد، انه قضيتنا للاسف الشديد لا نحمل خلينا نقول على عاتقنا مدى مسؤوليتها للاسف الشديد. فدائما الطرف التركي يكون هو موجود. يعني احنا موضوع المركز تفاجأنا انه كانت الفكره موجوده من سنه 2018، لكن الاتراك ما وجدوا للاسف الشديد جهه فاعله ممكن تشبك او تنسق بين كل الاطراف. كانت بالنسبه لنا صدمه يعني. نعم، يعني كما قلت هنا نعود ونذكر ونكرر، يجب أن يظهر خلينا نقول المؤسسات الحقوقية السورية وكل هذه المؤسسات هذا الاهتمام. مجرد هذا الاندفاع والاهتمام لحل القضايا سيستقبله الأتراك أيضا بمزيد من الاهتمام بإذن الله عز وجل. أستاذ طه، مرة أخرى أوجه لك تحية وأبارك لك بالشهر الكريم، وأتمنى إن شاء الله أن تستمر هذه الجهود وأن تكلل إن شاء الله بما فيه فعلا خدمة ومصلحة اللاجئين في تركيا. يسعد صباحك. إن شاء الله دكتور أحمد، يسعد صباحك وصباح السادة المستمعين، كل عام وأنتم إن شاء الله. وأنتم بخير أحبائي المتابعين. والآن اسمحوا لنا أن نخرج إلى فاصل قصير، بعد ذلك نعود إلى
أيام رمضان الأولى معكم، كيف تفاعلتم مع أهلكم وأحبابكم؟ كان في معايدات ودية ولا رسائل منسوخة وملصوقة؟ دعونا نتحدث عن ذلك بإذن الله بعد الفاصل.